السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله بمقطع فيديو جديد من داخل معرض شركة بي آر ديدكتورز في دبي. مشاهدين الكرام، اليوم عندنا جهاز MF1500 سمارت من شركة MWF الشركة الأمريكية. طبعا هذا الجهاز يعتبر من أفضل الأجهزة الموجودة بالوقت الحالي عند الشركة الأمريكية MWF. حبينا نسوي لكم هذا الفيديو، نشرح فيه مع بعض على مكونات الجهاز وأغراض الجهاز، أيضا نتعرف على برامج الجهاز الداخلية بالإضافة لأنظمة عمل الجهاز. جميع قطع ومكونات جهاز MF1500 سمارت موجودة عندي في هذه الحقيبة. مثل ما نشوف جميع أنظمة الجهاز موجودة في هالشنطة. راح نستعرض معكم أول شيء أنظمة عمل جهاز MF1500 سمارت. جهاز MF1500 سمارت يشتغل في 4 أنظمة. النظام الأول هو نظام البحث الاستشعاري بتقنية RL، اللي هو نظام القضبان. عندي النظام الثاني أيضا بتقنية الاستشعار عن بعد لكن بتقنية الباحث المحمول. النظام الثالث اللي هو نظام الكشف الأيوني، اللي هو حدد لك نقطة السنتر حقة الهدف بشكل صحيح. النظام الرابع الموجود في الجهاز اللي هو نظام المستشعر الصوتي اللي هو موجود عندنا في هذا المكان. خلينا نستعرض هذه الأنظمة ونشغل الجهاز مع بعض. نشغل الجهاز الآن مع بعض ونتعرف على أنظمة الجهاز من داخل شاشة الجهاز نفسه. راح نضغط على زر التشغيل بهذه الطريقة. راح الجهاز يكتب لي أول شيء أو يعطيني شعار الشركة المصنعة، اسم الجهاز. أول شيء عندي طبعا البحث أو الإعدادات. خلينا نتعرف أكثر على إعدادات هالجهاز. نضغط على زر الإعدادات. في عندي أول شيء إضاءة الجهاز، ممكن أتحكم في إضاءة الجهاز. في عندي أصوات الجهاز، ممكن أتحكم في أصوات الجهاز. أيضا اللغات، وأنا الآن مختار اللغة العربية. عندي اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية. ممكن أطلع من الإعدادات أروح إلى البحث، ضغطنا على زر البحث. في عندي أول شيء خيار الكشف عن بعد. راح نبدأ بالكشف عن بعد. عندك عدة خيارات، في خيار المعادن، خيار المياه، خيار الجواهر، خيار الفراغات. لو ضغطت على زر المعادن تختار حاب تكشف على الذهب أو الفضة أو النحاس أو البرونز. لو اخترت طبعا الذهب الجهاز ما راح يكشف لك إلا ذهب، وكالمثل لو اخترت فضة أو بقية المعادن. طبعا قبل لا نختار الذهب نضغط على أو نختار المياه، نشوف أن الجهاز أيضا باستطاعته أن يكشف لنا المياه. في عندي مياه طبيعية، مياه معدنية، مياه مالحة، كافة أنواع المياه. رجوع للخلف، جواهر اللي هي كافة أنواع الأحجار الكريمة أو الألماس أو الزمرد أو النيزك أو كافة الأنواع. رجوع للخلف، عندي خيارات الفراغات، ممكن أختار الكشف عن الفراغات تحت الأرض. الآن أنا راح أختار المعادن، أختار معدن الذهب. ممكن أختار المسافة الأمامية 100 متر، أو ممكن نختارها 250، 500، 1000، 1500، 2000 متر كحد أقصى. العمق ممكن نختار إلى 5 متر أو 1 متر أو 10 أو 20 أو 30 أو 40 متر كحد أقصى. بعد ذلك نعطي اختيار البدء، نقول له البدء.